صدق الله العظيم. الفاتحة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تذكر جميلي من خلقتك نطفة، ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا، وسلم إلي الأمر واعلم بأنني أدبر أحكامي وأفعل ما أشاء. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. إخوة الإيمان والإسلام، نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أعلام من قراء الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي. فمعنا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، وفضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة، وفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد المعز فرج. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، وروعة التلاوة، لأن القارئ الكريم ستهتز معه القلوب والأفئدة لآيات الواحد الديان. نعيش مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من
كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له خشعت الأصوات لرحمن.
وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم. يومئذ لا تنفع
تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يا ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقد خاب من حمل ظلما. وقد خاب من حمل ظلما. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. وغنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن
وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فسجدوا إلا إبليس أبى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى فوسوس إليه الشيطان. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى.
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ربه فتاب عليه وهدى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فإما يأتين لكم مني هو
اتبع هداي فلا يضل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها ونحشرك يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي صدق الله العظيم. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى علي وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية، عشتم مع سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي
مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر، في هذا اللقاء الذي ينقل على مسامع حضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية وهندسة كهربائية لصاحبها الحاج درويش السيد درويش، وتنقل لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة الحاج السيد سالم وأولاد صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز كفر صقر، ويقوم بالخدمات الفندقية المتميزة. معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالبوردية. هذا اللقاء القرآني الذي أتقدم فيه باسمكم جميعا إلى أسرة الكريم الراحل، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يسكنه فسيح جناته يا رب العالمين، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. نيابة عن آل العدوي أشكر كل من جاء لكي يقدم واجب العزاء قائلين لحضراتكم جزاكم الله عنا خير الجزاء.